السلام عليكم، مساء سعيدا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا نتركها ولا نتركها ما حييت: بركعتي الضحى، وصيام ثلاثه ايام في كل شهر، وان اوتر قبل ان انام. إن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم إن يصي النبي صلى الله عليه وسلم سكرة طوشوين والجود كتنتيجان من اللي غيوصى ولا سالو الجيخ نتوشنا كيحير كرات يتقيزنت أتظل ركعتي الضحى سنات ركعتي الضحى تي سنات أتظل مكرد وصى مكرد التيور تي سكرات أدول قوانا كي غزول غلويتر كرطة ركعتي الضحى ركعتي في الضحى ثلاثة أيام كريقة تيور ديت صلين الويتر والكيوين ها كرطة. إن سيدنا أبو هريرة يصي صلى الله عليه وسلم وجودني كتنتيجة من غسل اللي غيص نتيوصى ولا سنوي غتنتشى ركعتي الضحى. قلت لها جنس انت بزاف ان النبي صلى الله عليه وسلم وانا يتصلى الضحى هني الليل الباب غير جنت ولا يجيك الشمغه وانا انت بدا يتصلى. يقول لا جنس انا يوفى وانا يماغن وانا يوفان ابدا يتصلى ركعتي الضحى هنوا في الكاديان. ولكن يقول لا جنس انت لكن اللي يقول لا نربع نقص الركعات قبل الظهر، قص الركعات بعد الظهر، قص الركعات قبل العصر، سدس الركعات نقص الركعات نقص الركعات بعد المغرب، نيغ التراوح وناس نشوفات بدا يتصلى، نيغ ركعتي الفجر اللي غير الحديث ركعتي الفجر خير من الدين وما فيها، سنة ركعتي الفجر نتوقف فيها الله جنس دقيقان دقيقان دقيقان، الحاصيل ركعتي الضحى هدي. كي السنات صوم ثلاثة أيام في كل شهر بديت تغزوميان ثلاث أيام خلق التيور أي غزوميان مس عشية من جوارين يان عشية من ويسين يان وعشية من قرانين وشكنا ممكن يفين التسكلتين فولكي هن وزومي فولكي بدا أشكون وزوم أركيد بدا أركيد بدا يسكتاي غي كدليت في رمضان غي كان لابدا تلقيت السنة تغزومت أركيد بدا يسكتاي غيرك ربي تبارك وتعالى ثلاثة أيام في كل شهر. تسكرات أتظلت الويتر وش كنات كتوتة تيست يغوغا نزول تيس تظلت الشفاء تظلت الويتر أشكون الويتر ألي تزول أركي يغديغو لي الفجر والنادي اللي تظلنا يتنفى الريض هن يوفاشن تأيوج أيخر الويتر أركي غي كمل الوفلنس يغد لي قال عاد نسى دينك الضيض اريد تنفال يا جلوي تركي غير كمل الوفلنس يغيك صدى الدولين كني غادولين كيغيك اللي كله قميد ولا دينك كان الفجر هو الزال شفاع الويت شفاع الدايكون انا كان ايجان وي ادوي تفرض غير نوافل هنوافل نتنيجان فريق الفرائض وانا يتفرض غير نوافل هني شهور يفرض حتى غير نوافلنس يعني فايت مغيان شوش كنا ميوفا تيك مينس اجيز تيلي الخير هانتو مغارين نوافل اختي ما ونسنت يوفا شنتخت مسجيدة نعم تي مسجيدة تم غارتني يوفا انتظرت مسجيدة ولا كل ما شتيوف مخامي دول ميان غيكان هانينا نبي صلى الله عليه وسلم الخيار انتظرت نتمغارت النوافل اختي مينس اما الفريضة لواتي مسجدة النبي صلى الله عليه وسلم قال عادة تزمنس التزلن تمغارين اما الصفوفة نقرين انك مسجدة ارقاز الصفوفة تزورنين ولكن اللي تغير الوقت خلاص تمغارون سوى التشكنت اي اللي غاو كنا ميدن يشو تمغارين يشو لفوق الفتنس مسجدة انتكوه تي مسجدة سوين تيس ارقاز ما تمغارين بالحق تمغارين انتلين تماس انضغات ارقاز انتلين اماس لقدام هن لاجر يسكوين النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اما الله مساشيد الله اجود تكسم يتمغارين لين تنربي اتظلن تخدم زكادي وين نربي شنو تكسم غي كان كيف ما كان الحال تمغارت اصطها الله هان تمغارت يطلق الفرايض طلق ميك النوافل طلق الرضا ورقاز النس طلق ما سنتر وانس هان لا شك كله تلقى كله راجل يخدم كيف فلوس ولا يخدم كيف فناس ولا يخدم الضاء ولا يخدم كتير مس ولا يخدم سر نتر وانس ولا يخدم ولا يختصص الصفوت تكتيك مين هن كله الخير النجرة كله
ويقع وتمغس نيك صوت نربي هان الخيال نتمغارينا يعني هذا غير زق ربي استيتنا كل صلح انت انتي ربي تنباركيين تسعديين هذا غير وافق ربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.